منا أنا 55 سنة وأكثر وأجونا من دون ما بلغونا والله بيعلم فينا يوم نجوا وهدونا وبهدلونا وشو بدي أحكي حد ولما جو جيش خشوا علينا جيش مش يعني جيش قليل خشوا علينا جيش كثير والله أنا بسوي في الجبنات ولا هم متحوطيننا واطلع يا حجي وروح يا بنت اطلع يا حجي دقورونا هكذا وهكذا والله شوي بعد ربع ساعة اللي الجرافات جاية ما خلوش حدا يفزع لنا يخش علينا والله اسرائيل فضعت اسرائيل عجبت يعني الصحفية جونا وشافوا الجيش وفي صحفية لحقوا الجيش قبل ما يطلع من عندنا انا مريضة واولاد ابني بالصايحوا اجازة فيهم بس يخلونا قطشة عريش بس محل واحد يخلو والله ما رضوا يحل خيام الصليب ما خلوناش نصبهم والله خايفين لحد الآن منه منعونا نصب خيام الصليب منعونا يا حج شو بدي أقول لك يا حج بعد أنا بقيت أنا في المدرسة هسه روحنا من المدرسة كل تفاجئ يعني مش مبسدش أول مرة هدينا يعني تعوضنا عادي برك سين هدينا بس أما هاي المرة كل شيء راح كمبيوترات تلفزيونات كل شيء كان إلى أنا كمبيوتر كان دار أنا تعود الواحد بس يعني بس بيكون احتلال أي زي ما بده بس ما يكون فيش احتلال فيش إيش نقر عليه يعني ترى على المدرسة هيك زي ما رحت زي ما رجعت أسبوعين زمان بنبدأ في الامتحانات الفصلية أما لو تروح تهم من البركس تبعهم العنب تأخذ حبة عنب والله لا يعمل فيك أفرط من هيك لا يقومك من الدنيا كلها لا يشوفك بس ماخذ حبة عنب واحدة بدك تفوت على الجامعة؟ شو بدك تدرس؟ عرفتش ادرس محاماة منشان تصير تدافع عن الأرض بعدين ما أعطونيش السلطة ولا إشي وظل هذا ما معاك أنا ولا واحد قادر يمشي من هنا لهنا في واحد إنه في جامعة برزية فيش إشي نعطيه وإنت بدك تدرس؟ بعدين يجب فضل مختلف تيجي علينا I'm